حذر محافظ البنك المركزي عادل شركس من انعكاسات التغير المناخي على القطاع المالي المحلي والعالمي. ولدى إطلاق النسخة الأولى من منتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي، أكد شركس أن البنك المركزي الأردني أدرك أهمية الحفاظ على البيئة منذ عقد، حين أدرج قطاع الطاقة المتجددة ببرامج التمويل الميسر بقيمة 1,400,000,000 دينار. وأضاف أن البنك المركزي بدأ عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي في إعداد استراتيجية شاملة للتمويل الأخضر تغطي قطاع البنوك وشركات التأمين والتمويل الأصغر، وأرسل مسودتها إلى جمعية البنوك للحصول لوضع ملاحظاتها تمهيدا لإطلاقها رسميا. أدرك البنك المركزي الأردني مبكرا أهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة المتجددة، حيث قمنا بشمول قطاع المتجدد الطاقة المتجددة ضمن برنامج التمويل الميسر وقيمته 1.4 مليار دينار أردني لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية في عام 2013، وكان أحد أهم القطاعات اللي موجودة اللي هي قطاع الطاقة المتجددة. وسوف تغطي هذه الاستراتيجية قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، كما تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها ستكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وبحيث تكون نموذج يحتذى به من قبل الدول العربية الشقيقة. هذا وقد تم في الأسبوع الماضي إرسال مسودة الاستراتيجية لجمعية البنوك والشركاء الرئيسيين للحصول على ملاحظاتهم عليها تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي قريباً جداً.